بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لشروحات الكامتازيا ستوديو 6، سوف أقوم في هذا الفيديو بشرح طريقة إدراج انتقالات للفيديو، تأثيرات طبعا لانتقالات الفيديو في الكامتازيا ستوديو 6 إلى التفاصيل. بعد فتحك لبرنامج الكامتازيا ستوديو، تقوم باسترداد الفيديو أو الفيديو والصور التي قمت بإنشائها، قمت بتصويرها. فهناك ملاحظة بالنسبة للكامتازيا ستوديو، بإمكانك جعل أو التعديل على مجموعة من الصور وجعل منها فيديو، وتقوم بإضافة موسيقى إلى هذا الفيديو. ولكن يجدر التنبيه ويجدر التحذير لأصحاب اليوتيوب من رفع فيديو ليس ملكهم أو رفع فيديو يحتوي على صورة أو موسيقى ليست لهم، بمعنى أن لكل صورة ولكل فيديو هناك حقوق للطبع والنشر. فلو مثلا قمت برفع فيديو لشخص ما على قناتك على اليوتيوب، فسوف تتحصل على مخالفة في قناتك على اليوتيوب. نفس الشيء بالنسبة للصور، لو حملت صورة من الإنترنت ومن ثم قمت بتضمينها في الفيديو الخاص بك ورفعته على قناتك، طبعا سوف تتحصل على مخالفة. ونفس الشيء ينطبق على الموسيقى التي تقوم بإدراجها ضمن الفيديو، فالأمر صعب جدا. فهذه هي حقوق الطبع والنشر، فيجدر التحذير والتنبيه إلى هذا النقطة بشدة، كون أن اليوتيوب لا ترحم أحد. فعندما عندما ترغب في إنشاء فيديو أو تعديل على فيديو، فيجب أن تقوم بتصوير الصور بنفسك، وتقوم بتسجيل الفيديو بنفسك، وتقوم بمثلا شراء موسيقى أو طلب ترخيص لموسيقى في الفيديو الخاصة بك من صاحب هذه الموسيقى، وإلا سوف تتحصل على مخالفة. وإن تحصلت على مخالفة في اليوتيوب لمرة المخالفة الأولى، وإن قمت بعمل مثلا حقوق طبع ونشر مرة ثانية، تأتيك مخالفة ثانية وثالثة، وعند تحصلك على المخالفة الثالثة طبعا سوف يحذفون قناتك. فيجب الانتباه إلى هذا النقطة. فلنبتدي الشرح على بركة الله. نقوم بالضغط بزر الأيمن للفأرة على هذا المكان، ومن ثم نقوم بالضغط على Import Media. بعد ضغطك إلى Import Media سوف تتوجه إلى الفيديو الذي قمت بتصويره، أو الفيديو والصور إلى غير ذلك، ومن ثم تقوم بتحديدها. طبعا عند التحديد، في حالة وجود أكثر من فيديو أو أكثر من فيديو وصور مختلطة، تقوم بالضغط على Control، ومن ثم تقوم بالنقر على هذه الفيديوهات واحد تلو الآخر. نقوم بالضغط على انتر، وبعد ضغطك على انتر طبعا سوف تأتيك او تسترد هذه الفيديو والصور. فلنتوجه الى الفيديو الاول، ومن ثم نقوم بالضغط على اد تو تايم لاين، وبعد ضغطك على اد تو تايم لاين تقوم بالوقوف عليه وتحديده. عفوا، تنبثق لك نافذة بهذا الشكل، تقوم باختيار الخيار الأخير، ومن ثم الضغط على أوكي، تتوجه إلى الفيديو، تقوم بالنقر عليه، ومن تايم لاين طبعا، ومن ثم تقوم بالتوجه إلى الصورة أو الفيديو الثاني و Add to Timeline. طبعا في التايم لاين يجب أن تقوم بترتيب الفيديو، إن تم مثلا الصورة قبل الفيديو أو الفيديو قبل الصورة. طبعا كما تشاهدون، تقوم بترتيب، بمعنى أن الفيديو هو الأول والصورة تأتيك هي الثانية بعد ترتيبك إياها، أو بإمكانك طبعا تحديدها جميعا إن كانت متسلسلة. عند وضع الفيديو في التايم لاين، تتوجه إلى القائمة اليسرى، ومن ثم تقوم بالضغط على ترانزيشن، وبعد ضغطك على ترانزيشن تنبثق لك صفحة بهذا الشكل. طبعا تحتوي على مجموعة من الأشكال، هذه الأشكال هي عبارة عن تأثيرات الفيديو. فعند معاينتك إياه بالضغط المزدوج عليها كما تشاهدون، وفي الشاشة كما تشاهدون شكل التأثير كيف سوف يكون.
طبعا هناك مجموعة من التأثيرات تقوم بانتقاء ما يروق لك من هذه التأثيرات. طبعا تقوم بالضغط المزدوج عليه على اعتبار أنك سوف تقوم بالمعاينة كيف سوف تكون، ومن ثم حين يعجبك التأثير تقوم بسحبه إلى المربع الصغير الذي يحوي سهم صغير. طبعا هذا الفيديو عبارة عن مقطعين، مقطعين وتوسطهما مربع صغير تقوم بالسحب هناك. طبعا بإمكانك تغيير هذا التأثير وذلك بالوقوف عليه وتقوم بالضغط بالزر الأيمن للفأرة عليه، ومن ثم تقوم باختيار شانج ترانزيشن، ومن ثم تقوم باختيار أي من هذه الاختيارات وسوف يتغير الشكل، أو بإمكانك حذفه ومن ثم إعادة سحب واحد من هذه الأشكال. بعد إدراج التأثير طبعا بإمكانك تسريع هذا التأثير على اعتبار أنه به سرعة قد تكون بطيئة أو قد تكون سريعة. نقوم بالضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة، ومن ثم نقوم باختيار الخيار Transition Duration. طبعا على اعتبار أننا سوف نقوم بتحديد السرعة هنا، لا تقوم بتجاوز الخمسة، إن تجاوزت الخمسة طبعا فهذا أبطأ سرعة. تقوم مثلا بكتابة واحد ومن ثم انزل فسوف تحصل على السرعة واحد. طبعا قوم بالتوجه إلى الفيديو من ثم تشغيله. وكما تشاهدون تم ظهور التأثير الخاص بالفيديو. إلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.